يتيم ولا لي احد هناك، برقد معكم في المستشفى يشوفوا لي سرير هنا. ابشر والله احنا يا صوماليتهم ضعيفه، بحطك مرافقكم معكم. بشكر والله بالسعد. الله اهم شيء نصير لكم. مالي مالي ولد غرت. ايوه اي غرت، بس دقيقه بعدلها، مو بثلاث حطور شعر، ثلاث حطور شعر وعطرين، الفايز يختار منها اللي يبي غير الشعر. نهاج نهاج 121، شوف شوف 121 التغريده. يلا 121 الله يعزبني. وزاد ركبوا بعد القدم متحرك وما شاء الله تبارك الرحمن. اي والله نهاج البيت السحب، قل له الله. الثلاثة الفايزين أي شخص منهم يفوز له هدية عطر شعر وعطر ثاني من فندر يختاره على حسابي. بيض الله وجهك. تم. وأنا يا أخويا اللي بياخذ له من عند بهاج ياخذه بلاش. عند بهاج. استقع. ياخذ له اللي بياخذ حق شعر بيجي له عودة، واللي بياخذ عودة يجي له. الله يقطع الرفيق المخسر والرفيق الباخس كلها. انتهى. انا اللي ما حاسبها الحين وقوت الله اجزم زعلكم. عارفك يا رجال، رد حق اليتيم اللي جاك اليوم. ما اجعلك تفاجئ في المدينه معوقين. يا مهند لبيك الله يبي اسمع. انت قلت اللي بيفوز يطلب العطر اللي يبي. يعني الحين في ثلاث، عندك تسحب على ثلاث عطور شعر لثلاث فايزين صح؟ ايوه. اللي يفوز بالعطر حق الشعر يختار معه عطر ثاني، انا بوصله يعني يصير عطرين، عطر شعر وعطر من فندر. فهمت؟ فهمت. والوالك والله. قد وصلت 149. والوالك والله. والله يا فندر يستاهل. صدق انا رجال والله العلي العظيم رجيل اني انا صادق. شتبون نصيحة؟ قسما بعزة جلال الله لا تجنبون عن تيار. لا تجنبون عنه. اللي بيخلص وني طالب واحد ثاني لي انا. سوق في بثك، ما في بثي معي تلعب جولة لا تسوي شيء. يا خوف والله العظيم انت تاخذ اجر. لا لا رجالي رجالي حلو 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 حتى لو الكل. الله لا يوري، الله لا يوليك على حلال ايتام، والله العظيم ودي انهم ياخذون قسمهم وافتك ذمه في ذمتي. الله الله حلال المعوقي هذه الحبابي والله. ما تشوف ذاك الليل ابو صنادح يا اخوك اللي جالس مع اخوي الكبير انا ادير اموره صنادح مهند. يا اخوي انت معلومكم على صنادح، تكفوني ريزين يا تلعبون انتم كلهم عليها. بعد زين ايه والله ينفع للاثنين الصدق، يعني ما تقدر تحكم عليه رجالي ولا نسائي، ينفع للاثنين. هذه الاحباب يا يلا على الصدام يا اثنين. احنا الاثنين على الصدام. ايوه كلكم كلكم يا اثنين على الصدام. لا 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 انا انتوا اثنين، انا بلعب ضد يا ابو انا بعلمك وتجيب لكم ثالث، وانتم الثلاثه كلكم على الصدام، ما هو باثنين الثلاثه كلكم. جيبونا رابع على الصدام كلكم. هي خربانه الشغله. انا بجيب لي رابع، انتوا لا تجيبوا لكم، انا بجيب ضدكم يا اثنين. انا اجيب راجح. راجح من ايش ذا بهاد بعلمك ايش راجح؟ حلوه وسلوى يا ولد، قول له الله جيب اللي تجيب. شو اسم العطر منين؟ عطر اسمه تيال من فندر. انا لو تنصحني، انا لو تسالني مهند ايش تختار؟ انا بقول لك تيال، لاني بطلب واحد ثاني. شي كان ضيعت الرقم. ايه ثلاث ثلاثة واحد واحد. السلام والرحمة ارحب. هلا وغلا. يلا هيا ركني. الله يبقيك، كيف الحال؟ وش علومك؟ بس الله بالخير. ايش فيك لابس منديل؟ ترى جاي ملك صاي. ليه؟ سني عرفت لي اول مرة يروح لندن يتكي في الهرم. بس انا ما اعرف البث، انا ما اعرف البث اصلا، خليني اطلع الاذاعة اطلع فوق. يلا حيا ابو مرضي. مرحبا راكان ابو مرضي، شاد حزامي فيك، يقول انا وراكان بنجح فيكم انت وبهاد بنلعب فيكم. راكان تعال تعال جيب سعد يا ابو مرضي. تعال انا حكمي على راكان الدوسري. يشيل المنديل اللي لابسه. مرحبا يا بهاد. مرحبا بك، عليك الله وامانه، ان تبك فيها.
يا ارسل جوله ذا الحين حقك الحديد ارسل يا ولد يا ما نراكم شيء ارسل تعال 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 تطيح على جنب والله لا يرحمني رحمتكم انا والله تعال ايش يقول خليج ما ادري جاني قسط قبلتها كذا الله يرحمني رحمتكم الله يعطيني اياك بس ارسل جوله يا ولد قاقوري ارحب قاقوري موجود ارحب يا ابو حسن الو الو قاقوري واوي كل بيكم تعال ارحب 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 ترى عيب المطر روق بن حسن العدري الله يحييك ويعم الصديق ويعم الخير ارسل 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 قسط اتمنى يا ركان الدوسري انت وقوف رقي والوالد يا الدبل بها جاهز لكم خليك على مندل انها برك المسلم يا سلامة ان جيتوا خصمنا يتبلابا الجواهر ادبل يا ادبل يا الدبل اضربوا يا مال الشحن يلا خلهم بهاجتك هو ايصل استنشفت وينه كان سيارة انت نزلته يذمك كمل والله انا صادق لا يمسك بينجف هنا وننشب له كبيت طايا وبرد بيبسي كبيت شفته يا شدوا مع بهاجتك بهاج لا تخلونه منزل السيارة فيصل انا داري السياره كذبت من يوم على شان وعكازي اسمع كلمه اذا ما تكل كل يا اخي بتخلى بلادي ذا اضحك يا ابو مرتين شعبه اضحك غيرك يا شد رجلي على حالها وانا على حالي كمل كمل وانت السبب هالغا تريقتي وين تريقهم بالهدوء يا ابن الله
قلبي وقلبك يا وصل لك ويرسل لي والله ناشدت من مجرد رسالك الله خلوني يسجع مضاعها حسن لي وعلى الغلا والله يبطي ويواتي ها خلوها عتبه ما قدر غير رب العالمين قلل عتبه ما قدر غير رب العالمين ركان وجهه كانها وجه الرحول فوق ما انت تعديلك للصور خرافي ودعمه بعد الله يبير وجيهكم بياض انت عده الرجال للرجال وش اقول وش اخلي اشهد بيض الله يجيكم ما قصرتوا اقعد يا ابو مرضي الرباعيه جولتين وين تقاديه جولتين الرباعيه لا لا ارضى بالسلامه يا ابو مرضي اسمك بتفوز الجوله الثانيه خلنا بس على ولا عاد تغني خل اللي ذا هذا يذن عندنا لما انتهى اللي ذا يلا اذن الله تهديد قوي من ابو مرضي ما انت فايز ابو مرضي عليه ما انت فايز جولتين الرباعيه جولتين العبوا ولا اسمع قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله حق لا احنا معنا خوي ونعمل خوي وعاجل ويبي يمشي من هو؟ ابو اربع عيون عليك طهاج لا انا ماشي انا قاعد انصدم راكان يلا يا اخوان راكان زيد على النقد ما توقعت صح؟ ما ادري ظني حسبته هو اللي بيمشي يا حيا الزول الله يركني عين باك ارحب يا دوسري في ذمتي مرحبا بك تبقى تفضل يا حاج رفيج والله هو نعم حط عليه مناكب كان قبلت ما جاني شيء ما قبلت انت اللي ما قبلت تذمتي ذمه اني قابل قال طالع عندي صاحب مرضي اللي ما قبل لا ها انا قبلت بلا بهاي يقول هو صحيح الحلم لا كم يا بهاج عطنا بيتين بهاج ابشر بس لا لا بدون ميكروفون راسك باذن الله 825 بخير الله يحفظك بيتين يا اخوي الرجال اتمنى ايش طلبته يقول عطنا نشيد لا ما في شيء عطنا بيتين يا ابو بهاج استاذ من اخوي صالح يا صالح صباح الخير اخوانك اللي الرابع يطلبوني وثمان الشيء طلبته يا اخوي يقولون عطنا نشيد تسمح لي ولا لا تكفى يا صالح لا خلوه يذبح خلي انت اللي ذان ابرك من النشيد تكفى يا صالح خلي انت اللي ذان والمقرفون ليتني حولك انت وياه يعني يلبخ يا اخوي اي تكفى البخ من النشيد عطنا قزيت الله يعزك من اللباخ انطم صالح يا صالح صالح يا مليالي غدا نعوج تكفى يا صالح يا اخوان الرجال ذا جرح لي تيم ان كان به ذيب ولا اسد ما في اسد ما في اسد اخوان ترى رفيق اليتيم بعد راكان هل انت احد جاب لك تبث لا يدمون عليهم كلهم ادب يا ربي يقول اسمع بهاي انت ولد الصلاه يقول شو اسمه امير نشبنا يقول انا حلاوه الزين والرقه والبياض دعمنا بس ويعوض لا تقولين انك من بنات الرياض لا سالوا عن قولي بهاي متى جاي الرياض بعد يومين صدق ولا احتماليه انها بعد يومين نشيدت الرجال وصار عليها نعم اي صالح يغني الدوسري يغني مرحبا يا عبد الله الدبل
عفين وينه؟ خلص القصيدة. بنجذنهين. بنجوم. يا أخي أحسن مخ. أجرينا يا تميمي. شبعنا من القهوة. عندك غيرها؟ شبعنا. أنت لبطني من القهوة. تكفى يا شاهد درعية يا بهات. نشأ. تكفى يا ويلي. عن العود ذا ذاك الليل. أنت ربع فيه 24 ساعة ترى. بس سنبوسه في الشاهد. حسنا فرم الله. نفسي فيه المر ما ضر مهما صار. بهاد انت صدق بتيجي بعد يومين ولا في احتماليه انه بعد يومين كلام ويش؟ كلام السفيه المر ما ضر مهما صار طيب ولا ثرى على سوق التجاره ولا العمله عمله لا من شفته يسرج يسرج الخيل للميدان ولا خابر ما به لا قوه ولا صمله تبسمت له ما هو بذل ولا نقصان تبسم نبي الله سليمان للنبله صح لسانك ما هو شاعر هذي هو ترى شاعر الاحباب إيه؟ ما نعم عايض لا احبابي عايض العاقل الله يسعدك يا شو اسمك نعاد شاعر سبحان الله انا بيقول لك لا بس راح يكتب قصيده انا مواجهه قبل يومين معلمني انت رفيق المهند اي يا رجال هذا رفيقي طال عمرك ونعم ما عليك زود طال عمرك رفيق مهند كلنا الساعة والله المباركة في حجز على بيشك قريب والله بغيت انطلق عليك يوم قلت قصيدتك قبيلة حسبك تقصد العتيبي والله بغيت انفك عليك يا انا ما رجال ما يتحزن فيك اخو تكفى يا بهات يا لا تخلينا ندور حجز على بيشك الحين تمشي يا قرب المعشر لا ما عندي طاقة كمسك ظلال يا صالح ارحب كمسك علي ظلال مر لو تقول ايه انا شفت شوف شيء مقطعي شيء اعرفه طلعت خوي للعتيبي فانا خويكم كلكم اشتغل انت اخوي بس بخوينا طال عمرك بهاد يا ولد انت بتيجي بعد يومين صدق ولا لا ان شاء الله ان شاء يومين ثلاثة ايام يعني ان شاء الله انك جاي ما هو باحتماليه بس انك بتيجي بس ما تدري متى نعم بالله معزوم من في الرياض فلاح بيكون معك يا رجال خليه يمشي لا تكفى يا طيب راسه طيبه عقبني فلا موسوعة ثقافية أشهد إن فلا كأنه عريف لا تتحرك أجلس قم تعال أشهد كأنه عريف فصل يا ولد والله فلا معه مخ والله اللي في البث الحين ما داري ينسوق المخ أنا أعطبه اليوم إجابة خليه يقول ما شاء الله نصيحة إسكوب ما مشخصناها معك يا بهاد بهاد طعني يا ولد فلا نصيحة اليامي ترى بيعطبه يا شو اسمها حكمي عند بهاج احكامك بهاج راكان عندي قرميقي راكان هلا انزل مسموح انزل وايش بنفذ حكمك روح جاك الفرج راكان انتوا تبون فرقاي لا والله لا تنفذ لا تنفذ عندي حصانه من مهند حصانه بهاج اموجها كلها هل لك حصانة؟ ويش؟ أنت مين تدور لها؟ الرجال يقولون بك وانت تدور لها يا لجودي أنت تدور لها تدور لها الرجال يذرون عليك يقولون بك يذرون لكن أنت تدور لها أشهد الله أنك تقول والله العلي العظيم الرجال يقول حنا نشيل الحكم عنك وانت رافض لا خلاص ما بتطلع ما بتطلع لا ها لا راكان لا تنفذ قل اللي ينفذ محمد وبس ليه ما انت تنفذ ايه خلاص ايه تعرف هذه والله وكيد اشهد لله انه بينفذ يا وين ينفذ وين ينفذ وانا في الطريق خلوا علي يا الله انا ضغط بعد معه ودكم تخلونه تعطوني اياه لا احكامك يا بهاج ودي ان كان بحكم نعطيه راكان لا خلاص راكان عندك يبقى اللي ما نفذها انت هذا الحين ثوره كبدي وانت يا مهند قبل شوي يلا تعال يا راكان جوله بجوله الاولى راكان مساك الله بالخير انت مطشتش هلا لا انت مهدي ولد يا رجال اصح سم
جعلني بالذنب في كلام واجد تكفى عاد ايش صار يا حنا والنبي والله ما سوي محمد جوله بجوله جوله بجوله خلاص ايوه وبحاجة قاطع ذاك اللي مدري كيف نبله انت والله ما اخليك تحكمه بس بس عجبنا ما انت عندك مين قاطع الله يستر عليك اي راكان متنح بعد قد يصير اسمه الله يستر عليك قلبي ايش راكان متنح ركني ما ركوني 15 هلا ايوه هلا خلاص ترى على خلاص نفذت حكمك كله نفذت من اثنين انا ماني معلق الساعه 5 ولا عندي انا بس يا رجال نزل يحسبني معلق ركان ركان رنك فاهي اقسم بالله العلي العظيم يحسبني ناسي معلق في الحزبه يا بهاج ها آه يا اصلا لا تخلي شوي هواك جوله وتفوز عليه بسكور 511 والله والله بهاج لعبت اليوم جوله سكور 511 سكور 200 حكمته يا عز الله حكمني جل وشو لما حكمني سكور 500 وشي حكمني يجب انت بهاج يجي لاخر الليل والله سكورنا 511 لا 500 عليها لا 511 انا اللي حكمته مو اللي حكمني بسكورها حكمه لا ان شاء الله المره الجايه بجيب 911 547 ايوه 547 يا مهند خذيت تبن على ظهر السكور مع الطبله يا ريدي انا بيعرف راكان علامه متنح ثم المراحل الاخرى 300 ظهر مع الطبله راكان انت علامك وش علامك انت متنح ليه أنا شارب شاي واموري طيبة. مين ذمت إن الشاي اللي مطسس بك؟ لا ما عليك اموري طيبة. منين جاي؟ والله يا اخوك اني ماسك لي خط كذا. وين رايح؟ على فالي. وين كنت قبل؟ عبيت فل ومشيت. قبل تبت وين كنت؟ كنت في المخيم. خيمكم وينه؟ في الفاضلي. في مسعر. أنت قوم. لا بس باص اعترض مطرك سكويا اي نعم سكويا ودوسري ومعبي فل وقاعد يفر الساعة 5 الفجر اعنت الله على ذا العوانات اني والله من يوم شفت الدرب اللي في عيونك اني داري انكم انت بطيب اعقب لا ملك اموري طيبة نعطيها وضعية موت ما يصلح دوسري تلبس كذا ما تجي ما يناسب تبي يعني تبعد الشبه عنك ما تموي جاي من اقصاي ما بثيت الا عشان اوريهم الطقم وش كويا خمسه والله انه تموي والله لا ما لك اموري طيبه ايش انه يا عبد الكريم اي سكور يا توك يا مسلم دقيقه ركز شوي مادين ايه مادين انا في دقيقه عليك في حد ذا ريسه ركز معنا ها ركز مالك دقيقه طفي البث يا مسلم طفي البث ولا وقف ابوك بوك يا ابن الحلال بوك مسكت على ركان الله يجنب عنا والله اسمع الحب يا جرام الشريط اسمع ها اسمع شريط اسمع البث لا تبث وانت تسوق يا اخو هذا وش انت تدري ما بث الا وانا اسوق الا وانا في السياره اي عايد وانت في السياره اصلا بثوث السياره ثقل لكن وانا اخوك انت قبيل جالدها تعديت 120 وفاتح بث ومتكي وتسولف مع ابو مرضي وتسولف علي وتسولف على مهند تقرا قبيل لطاك انت والله اي خطا واحد طاوف واحد طلع عليك شيء مثل الباص اللي اعترضك اولا لا مركزين مقدر خوفك علي والله وانا اخوك والله العظيم اني اقولها وانا صادق اقسم بالله ما اني بطقطق خاف الله يطول عمرك وانا الكل لا ركز لا تفجع المسلمين الامور طيبه الله يطول عمرك دقيقه الجوال طاح جعلك ما تشوف شر ابو مرضي يلبس غترة كروعة ركان لا معي ركان معي هذا ابو مرضي خوي معي
هو ما تغير هو نفسه ترى. شفت فعلا تخاف. انا معلم كون محمد حاط فيها صمغ شوف ما تتغير طاقيته. يا دي غتار يام يا ولد ما تتغير. والله ونعم وسبعتنا عليك زين. ونعم وسبعتنا يلا يا العرب وفنك يا ابو مرضي. بها جول جيتها الساعة 2 الفجر وتكنوا يا في المستشفى يا ولد لو شفت العالم كلها من صياحة. ليه؟ جاهذي جتها عليا جاهذي بغي طق سيا يا ولد العالم. جتني عليا وعطتني ذيبين ونمر ونمر. والله اللي تستاهل هذا الطيب. والله اللي تستاهل يا ابو مرضي والله. عزيزي عزيزي لكن قال مثل من حضر القسمة في الاكتسم مهند كان عندي ما اقدر اني اتجاوز فرحك. ايش رايك؟ انا بقلبك على دعم راجد اللي ايه يا مهند اذا قهوه انا اشهد ان عضيتي بيسرح. ايه عطيته ايس من قال تعال امتى قهوه في دانكن قلت له رجعك ايش تبي تشرب؟ قال لي تشرب هند واطلب ايس بلاك كوفي. انا عيلة يرقط صح سجلات عمد العرجام نشب العرجاء من بين الدسم. يا زيك يا ولد يشرف يقول هذه شني قلت له عليك يا رجال يشربها والله يا ولد. قالك اسبانيش ما في يا ولد. بهاج ايش رايك في الرجال اللي يبثه ويزوق؟ والله تحولت علي يا اخي نبي النصايح. ايه ما حولت عليك. والله شوف انا اخوك هذا يدي نفسه الى التهلكه. قول نسوك انا ما بث نسوك مهند انا ما عمري شفتك تبت وانت تسوق يا مهند صادق ما غير انا تدري اني طلعت على علمك الصدي تدري اني مره طلعت من الطائف لين وصلت للرياض وانا فاتح بث طلعت من الطائف لين وصلت للرياض 7 ساعات وانا فاتح بث شايفك شايفك انا اللي عندي ما يستانسون الا على ثلاث الخطوط والله تبي الصراحه زينه والله انها ثقه عزل انها ثقه يا محمد صلي صلي يا ولد مهند جوني ناس ان حولوا عليك كيف حولوا علي؟ علم علم في يوم والله خلي ساكتي هاج ويش محمد مرسل لك؟ وين محمد وين؟ لو كاد انا استاذن يا الربع وين الركني؟ بطلع الله يسلمك شوي وما بقى في بصلي وبعود ارقد الله يسمح دربك يا حبيبي الله يطول لي عمرك الله يحفظك ان شاء الله مرحبتي مرحبا تقول ان المحبه غرام اسرارنا بعدين انت ايش فيك كذا الحال قزابنا كيف كنتي معنا؟ ارحب بهاج الله يبديك شوف انت الورقية غرام مين خرشتني يا ولد اعترفت اصلا جاوبت هي وسرتك وغترتك اخو خالد غرام الله يسعد الوجه اللي بيننا اللي بيننا تخبطني والله انا باجي انا بوجهك ابو مرضي شاف لك رابع صفق رجال حماس نبي نمغط كلين تقول بس انت وياه شوي ذا الحين خلنا شوي شوي ذا الحين وش اروح اعود لو ما في الحين خلين يلا يا فريجا الله العظيم كان عم قطر جايك والله للسلال ياسر ليه ليه يا ياسر والله فيك انت وياه والله فيك انت وياه البارح عليك لا غرام شوف خلنا غير هو رواك رقدت بعد البث لازرنا نتفق ادواك عندي انت وياه يا بيك مرضي
ايش تعلم؟ صل صل ذا ترى يتحلم فيك يقول جاء البهاج ذيبين. لا والله انا اللي بتعلم فيه والله العظيم لعلم علي. علم عنك. رابع ولا شيء بخرب. خلوني انا وياكم انا بحطكم على الصدام اهلي. ابو مرضي والله ما تفوز. جيب لك راه خلينا. لا لا اصبر بقول له الله. خلينا نجيب النتوب دقيقه. اجيب لنا واحد. والله يا بهاج شخصت الليله في التبن خذيت لي هزه. والله اللي تستاهل. انا اشهد انه يستاهل. مكانك وعلى ظهر العتيبي مكانك. افو خالد. اسمع اسمع يا مهند. اسمع يا مهند يا مهند. اي 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 تلقح معك مره وعشر لي انت قاعد تسدد الدين ترى. معليش حلو قاعد في التبان يا مهند. محمد انا ما اعرف ارسل تكفى شوف ارسل للعالم. رحبت بذاك علشان خاطرك ولا ضد التدريب. جيب رابع. اشتغلت منه. انا اجيب بهاج. ابك اعطنا بيتين يا ولد. تلقح الايام وتجيك بوليده. وليده. اما قاضي محكمه ولا مهرب؟ مهرب. راكان. يعقوب قوه قوه نشي تدريب هو علي بن مغيب صح؟ تلقح الايام وتجيك بوليده. غيرنا. يا بهاج. غرام الشوق عيال شغلوا لها شارك الغيب. هذا علي بن مغيب لكل ونعم ونعم والله قسمكم طيب يا هل بيشت في الشعار بهاج يا ابو مرضي لبيه يا صالح اجي هنا واحد اسمه راجح محمد السلولي من هو منه يا بهاج سلولي محمد شو اسمه اشهد انه شاعر اشهد بالله انك اشهد بالله العظيم انك يا ابو مرضي تعرف عزال انه شاعر صدق ايه شاعر محمد السلولي سلولي شهراني شهران لا 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 مو بشهراني الله غير شهراني أظن هكذا لا مالك لو السلولي قبيلة في بيشة الله ينشبك يا سج من 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 نفس الشهراني نفس الأكلوبي نفس اليامي نفس العتيبي هذا محمد اليتيم والله شاعر 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 قلنا شاعر إيه يقولون والله إنه شهراني لا مالك لو أنا أعرفهم يلا شاف هذا علي بن بلال الله يرحمه اليامي الله يرحمه هذا عبد الله بن عون وذا سعد بن جدلان وذا محمد السلولي وذا مصلح بن عياد وذولا فيه 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 فحول قصيد شعار على مستوى عالمي مو على مستوى جهر العيال اشهد الله أصدق عندك مناحي بشعرتين الله يغفر له ترى مناحي مناحي والله مناحي الله يرحمه مناحي الله يرحمه بشعرتين ما لحق على الإعلام في ثورته وعانه يعني ما نسي محمد الشمالي محمد الشمالي المري ايه يا مرحبتين ارحب صباح الخير على الجميع يا صباح النور يوم شفت اذانيك متركمه تقول اذاني حصيني وانا داري انت دنفوسي ايش بلاك يا اخي قل لي ابو مرضي اصبر 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 ابو مرضي صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور يا صباح علومك الشيخ كيف امورك بس ان عنك طيب ايش حالك طيب خير جعلك الخير جعلني فداك مهند علومك ارحب سلطان يلا حيش علومك الحين الجاكو بخير جعلك الخير الحين الجاكو كلهم كبره حطوا ميزه اذا احد ارسل لحد تقدر تشوف بعينك من قبل تدخل ليه يوم تقبل ليه خويي يا اخوي مرسل لي اصد انا ماني بصد باللزوم الطيبين لا اله الا الله يوم شفت الوجه تدخل يا ولد انت عمري وانا خويي وعشيري ابشر بالسعداني لا تطر الموضوع ابشر بالسعداني الله يحرك كبدك دعقوري عمري وانت عمري انسى تشيري يعني ما يقدر ما اقدر يا مهند يوم جيت سوي جروب سناب وضيفوني فيه انك سويت يا بهاج انك اخر حد سويت صح جبني شيبه هذا الشيخ والله لا احذف كلام السناب انا اضيفك وما ترد اضافه من انت ليه سوي جروب الله يخليك انت 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 ليه هم منك ما ترد اضافه انا قلت اضيفك كلام السناب ذاك اليوم وضفتك ما ترد اضافه ليه الله يطيب
معي اخوي الكبير عانه يقول لا تضيف ناس اكبر منك يدل علي ماني بكبر منك انا بس هو كذا يحس انك داشر تلعب تخط يا سلطان تخط معي والله حشم تلبو مرضي ولا بعد عاودك سلطان يا ولد هو شفت هذا اللي انت تقول حشمت له هو اخوي الكبير اللي يقول لا حشمت له تعال ان شاء الله نجيك انزل يا سلطان انا جا بهاج انا جاك على طبق من ذهب جوله واحده جاك صافي على طبق تكبيس وشير تكبيس وشير كومنت عيال كبسوا شيروا فيصل تكبيس وشير يا ربع ارحب يا اوريو بهاج جديد على خشم اي والله العلوم والاخبار علومكم كيف اموركم طيبين الحمد لله شحالك تشكرون عنكم عساكم خير انتم مزيد خير الله امور مرضي عسى ما شر انت مستشفى في تشتر والله امور بسيطه اركب طرف هذا الشر بشرك الله ينزل لك العافيه يا رب طويله اكتب في اليوتيوب ابو مرضي وتشوف ان شاء الله خم انت خم 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 الله ينزل لك العافيه يا رب يمدك بالصحه والعافيه يا رب امين ما افضل سعد الشهري شباب تكبيس الشهر لا انتم تكبيس الشهر بهاد ما هي اقرب العايد سلطان انت اقرب يقولون انك تقرب العايد الفنان صدق لا يا اخوي ونعم فيه هو قرني وانا عمري ونعم سبعه رابعي تكبيس الشير لا انتو يا جدو يا عدده الله يسمع منك اعطني هم لو دوله تربي لا لا قول باك كذا كذا قول باك كذا كذا قول باك كذا هذه حقه النعومين ما هبلي النعومين المشكله النعومين دقوا لحيك دقوا نحرك لا نعم يا اخي سبحان الله عيا الا ان الصنديد الولد الخشن هو الله يهب له عقل ما معنى الا الدعوه دي ما معنى الذي ربعي الدبل لا انتو الدبل الدبل عيال الدبل 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 ابو احمد والدبل يا عيال مع بعض ادم بيت والله العلي العظيم ان اللي يجيبها تندم يتحرر عيال قفل الدبل يا عيال عاد قاطعونا عيال الدبل تكفون الدبل يا عيال ما تمسك الهي جبلي فعلا تمسكها من الين بكرة جايك جايك عيد بس اصبر لا لا بس ما لهم نفس يقفلون ابو مرضي ارحب من دون بهاج لبك ابدو كبد ابو جدانك 15 ارحب غرام الشوك كل عام الامارات بالف صحه وسلامه عزلك العام والامارات والله ما ادري راح يا عيال لا تكن على كل بيضه شحمه يا الدبل الدبل يا متوضي والله الله اكبر يا بهاج يا الحمد ارحب يسار ما يستر عليك ارحب يسار تعال شد تخيلوا بهاي الجلوس ما يحتاج تخيل بتشوف هذا الحين بعيونك والله نفوز عليكم بعيونك بتشوفها بثنتين لا تقول ان شاء الله 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 ابتكر يعني ملح الفيديو ذي والكذاب ذي حقي ارحب يا السواره لعن ابو فنس لحق ضمي تحشق قصدك ارفع ايديك ارفع ايديك ورنا اللي في ايديك شوفها العلات الثانية شفها ارحب من وين دي من الكارتيال انا شاري الوحدة لا لا هذه والله انك تعقب خل شريتها الاحمر علي الحرام اني شاريها ب 2800 وينها في يدك لان عقلك 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 تدري وين هو يوم تشتريها ب 2800 ارفع ايدك شوفها اللي هم جيشين عمهم عمارهم له الدبابة علي والله جايتني هدية هذه انا لو بهدي شخص غالي علي بدفع الفي هذه لو بهدي شخص انا بدفع فيها عادي ما عندي مشكله ادفع 3 4 لاني بهدي غلط الشخص هو يحب كم اني اروح اشتري لي انا لا لكن كارتيه انا اللي معي كارتيه من وين تستاهل تزاك تزاك الشيخ من وين الفي طال كم سعرها تامر عليها كم سعرها حول اللي عندك ارفع 2008 صدق ولا عجز كم يا اخي لقيت انا راس براس بعطيك علومي كلها اصلا انا ماني في يا ولد استحمل ابو مرضي من اليوم اقول لك حشمت ابو مرضي ركبه ولا نعم اصلا يا اخوي انا ماني في مجلس ابوك لا 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 سلطان لا يا ولد لا بساطة احمد يا تستحمل وش اللي تستحمله رجال يا اخي هادي رايك شوف يا ابوي اي بس الموضوع اصلا هادي رايك اسال عن سواره في يدك تستحيل وش لا انا وبهاج انا وبهاج ما نحب بعض الا كذا ما نعرف ان نجد السحاب لازم ليش بس انا اتمنى اقرف من هذي ثم اني عندك بس لبه
من حبي له ودن المقروفون في يدي واني عنده بهاج. الله يطول، مو بجينا والله. لا والله ان شاء الله نطلع الديابه انا بهاج. والله ما ادري وش انحاش انا، انت لا تجودني انا كيف انحاش. يلا جاوب بهاج. ارفع ايديك لبي منه. ارفع ايديك. لا والله ما هي في، انا ما هي عندك. قول حاء. انا ترشد علي بيدك بس انا ما لي علاقه. بل وينها يا بهاج؟ في البيت البسها بس في الرسميات. سلطان الحكم الاول. جواهر بيض الله وجهك من دون بهاج لبك ابدك. انجليزي ما اعرف ايش اسمك. الله يبيض وجهك حسين حبيبي. سطو الحكم الاول. هاي عين سطو انت. شجره نمله 300. خذ جولة ثانية رجال عن ابليس. ربع جولة ثانية ايش بقى؟ نعم الجلسة اللي معك في شيء اشهد انك تعرف في قوانين اللعبة. لا بطارية شيء الامور طيبة. ربع جولة ثانية رجال ايش حشوف اي في شيء تاكل بس المشكلة انك خبير بالضبط. ما ادري ايش بالولد، ما ادري ايش به. اهديكم يا ولد انتم مسوين عادي الجولة ثانية اساسكم تاخذونها. سلطان ترى ودك جولة واحدة واعطيك احكام خفيفة. ادخل جولتين بنشوف من اللي بيمرش. قول جولتين ولا عاد كفايز. اهم شيء سلطان، اهم شيء انك تنفذ قدام الناس وخليك قد كلامك وخليك رجال. قوم انت كبيس شير 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 يا ربعي شير. ولا تتسحب على احد منكم يا ولد. وجودكم كل شيء والله هذا ما هدي انا والله ما جتني من جتني سطرت اللي جابها. وش الشيء؟ وجودكم اكبر دعم. 200 بيجيك خيال اطراف منا ولا منا بتشوف. اقصد هو ايش معليش استعجلت يا ذكري. تكبيس شيرلانتو ولا يهمك يا اك حيران. يلا عادي. وش اللي عادي؟ ان شاء الله لما طلعت المستشفى طلع ناجولة. يا تكبيسكم يوم ممتاز والله. علينا صالون مع حسبه انا افتراء اتهام تعدل. عيال الجوله دي لا تروح كبسوا بيجيكم يروح والمرعب حقكم خليه يجي. والله ما والله يا ولد ما لي جوال هذه يسريك فلع. والله يا لين جا المرعب اني اقلبك تاكس خليه يجي. انا كراسي افتح بكره بدري تعال الساعه 12 حوله. والله لازم اني يسريك فلهيه هويه هذه ثاني مرة. وأنا أقول وين المرعب؟ وين المرعب؟ لا بلا مرعب ولا لا لا تشد. خلي مهند يقعد لما أقول أنت المرعب البرقز مهند إشكومك أصبر. علمك بهات اللي ثلاثة أيام وأنا خنق فيهم هو المرعب في آخر ثاني هي جحفل وفوز. قالوا بكرة جولة الساعة واحدة والرجال راح يجهز وفاز في سكور 500,000 وسكور 200,000 يعني يوم عن 5 أيام. يا بهات عرفت والله يا بهاج اللي ثلاثة ايام وانا خنق الين صار يقول معلق معلق ما عاد اقدر ما عاد اقدر. هاج جعني ياك دبي ذا اللي جنبي وربك على ما حضر المرعب انه ما يفوز الا فاز عليه مره ضد المرعب بس فاق دبي وامي. لا 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 تحلف انها مره. لا تحلف طالب طلبه والله ما هي مره. والله والله انها مره. لا تحلف مع بهاج. اليوم السكور الاول 547 السكور الثاني 237 السكور الثالث 215 هذه نتائجنا الليله ورابع جوله 116 والله ما مره. والله باع السبير حق الموتور الاخ مهند باع جوال قديم معه كان فيه له ذكريات باع يا بخمسه حقت شتاء. المهم انه الله يعيننا وياه ان شاء الله. لكن انا بنت والله والله ما انت والله شكلهم ثاعين فيك الله يلعن والله. عاد بجودك انت بارك الله ما عاد تندل لميكروفونك مندل خليك مير. خذها نصيحة بهاج إن كان جاء المرعب تراه في آخر ثانية. قل لي اللي عندك تراه في آخر ثانية خذها مندل اسمعوا أنا بصلي وجهكم. يلا راح يتقبل سالم غيري بالي. صباح النور يا حذاء دجا كومنت تكبس لا يوقف. أرحب كيف حالك؟ حياك الله. الله حيه حال الرجال تقبل الله منا ومنك يا بهاج. الله يجزاك خير يا ابو مرضي. انصحكم وانصح نفسي يا اخوان بتقوى الله سبحانه. مندل مندل ما مع الانسان ما مع الله انك تترك الميكروفون بتزين معك الانسان مندل يا
عود عود المايك تكلم هات الجوله ذي لازم كومنت تكبيس الشيخ فاصل يا عيال ترى الجوله ذي فاصل بينا راح نشده ما اقدر الله يهداك اي فاصل عيال الله يصلحنا ويصلح شدوا تكفون اللهم امين الله يهديكم شدوا مال الشحم اسال الله في هذه الساعه ان الله يغفر ذنوبنا وذنوبكم اجمعين يا رب واسال الله في هذه الساعه ان الله يصلحنا ويصلحكم ولا يطلع منا الا المنطوق الزين والفعل الطيب ليتك والله يا بهاج لكل صلاته الصلاه يا اخوان الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا احنا ما خلقنا من اجل ان نبث ونطقطق ونطرد النسوين في البيوت ولا احنا خلقنا للعباده فقط جينا ايش ان نصلي ونصوم ولا نشغل الناس ولا نسوي شيء لا خلقنا له ولا بنخلق للفندر ولا بنخلق لي حق الشعر ولا بنخلق نعم صار الله يثبته الله يثبته ليت والله كل شوي يصلي فيق الباخص الله يثبتنا وياكم جميع هيا ادخل ادخل عشان عيدك ادخل يلا ربعي هذا الفاصل اتمنى التكبيس والشير بكل حب اذا ما عليك ماما تكفي رجال صد همك يا كبس ولد بل تكفون رجال لا تروح ان الله انا ولد المدير اسال الله في هذا الساعه ان الله يهب لك عقل ان كان ودك الله يهب لك عقل عقلك اضطرب الانسان اللي ينصح معاجله ومقلع يا ابو مرضي فيه ناس هنا زينك زينه يا مشاري تكفى لا تخليني اجيك عند بيتكم الحين العظيم اذا انت قاعد تخليني احبك اكثر وين اللي يسمعك مبلغ الله تخليني احبك اكثر يا ولد عندي شكوى وين اقدم اوراقي لبيك وشكواك وانا اخوك يما انا الذي صار انا راح النصايع الله يلبك السلام عليكم السلام عيال انا كلكم احبكم بس هو صار اكثر لانه هنا عيال الواحد حلقه الجوله لا تروح يا ريجي تكفوا الجوله الاولى خذيناها والثانيه فازوا فيها الثالثه فاصله والله ما يرحمونا شدوا مال الشحن عيال جودوا مرضي ابو مرضي جودوا الرجال ده ما عنده الثاني ده ما عنده سالفه تعال ادبل يا سلطان حلاوه كل واحد يعطي حلاوه ايش تين قهوه اي والله تكفى طيب ايش حالك هذا عندنا عيال باقي ثلاث حلاوات ذي قفل الدبل مال الشحم تعال كل واحد حلاوه كفو خمده لا والله كبدك روح عند سلطان عند سلطان تعالوا عندنا الدبل كفو يا عيال حلاوه ارحب كفو يا عتيبي ارحب ارحب والله يا مشاري حي والله عينك شد مال الشحن مع بهاج لا تتركونا لحاله اي انت طسه اقعد حي والله عيونكم ارحب يا غرام الشوك حي العين ايوه يا غرام ايوه اقعد ارحبوا 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 لا دفك فيها فهدة بوجهك شاري يعطي راسك طبطيبكم طبطيبكم احرقوهم احرقوهم الله يعيد علينا وعليكم عيال الشير الشير ما في دبش اسوي بكنون لا تقول مجنون فصل عليك انا ومرحبا مصطفى يا ما فيني نون لا بالله كبدك يا شاري يلا فهاج جيب انت الشير الشير افا تكفى لا تقولها اي بهاج بتحكم من الحين اليوم تعال 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 يا ركبتك خلي سوي لي اني بدق لحية طيب هذا خفش بعض الاحيان قد تهج بالمر ما تقفل عندنا انت بش يسوي طالع بسكور هذا كله بالدبل جاكو ذا يخلينا نكبس ونفوز تعبنا الدنيا كلها مية مشاري والله العلي العظيم والله اشتغل ودك على نفسك رب الكعبة تكفى يا مشاري لا تقول كذا طالبك ارحب فيصل هلا بالشيخ عيال نشد مع بعض ترى مع بعض بنأدي مع بعض بكل حب بنأدي شاري علامة بدأ يرد عليه أبروك في حل بهاج علامة طاقة نكبده يكبس العمرة
بهاج طاقه كبده لين قال بس فيك من قول اعرفك الله يسعد الوجه انا اعرفك يا بعض يا عيال لا انا حابك من اول وين المرعب اي كبس نفسه شير يا عيال الشير لا يوقف الشير لا يوقف افوز عليه بيض الله وجيهكم الشير لا يوقف والله لو اني موجود جواهر البهاج غرام الشوق ولد الدين اللي عنده الشير لا يوقف اللي عنده بهاج شدوا معتك هون بهاج لا تخلونه تصوير جاهز الشير يا عيال ما في بعض الاحيان انا وش يا لما قد ينظر المرء اي والله الله يسمع منك يا ران قد ينظر المرء يمينه وشماله وتهجب هذا تخيل لو يجي مريم يجي حلو طبيعي كب صدق والله العظيم ما يجي كم ساري والله لطق كب بهاج بالله فريق ما الله ينشمنا انشبنا تاكل ربي اخذ عشان جلت اليوم اعتبي بعد الله نعم اي والله اعتبي ظلم موجود مكتوب عم اسمع ضيع انت شاري تكفى هل تراني حجتها مره 4 3 2 1 تعال تعال ابرك في حلقه هذه الله يبيض ويجيكم جميعا مسوي تمويه هذا مو وقتك الناس الله انت جميع كبسي الله انت بهاج متى بتحكم الله سلطان عندي الله يبيض وجهي على التكبيس والله اني كوفي بيض الله وجهكم والله اني استاهل اللي كب اسوي اللي شيروا واللي دعموا واللي سالوا واللي صوروا شكرا بهاج على التكبيس اني ابرك في حلقك بيض الله تعقب تعقب تعال محمد والله لا خنقك تعال بس الكميوت ابو هند وابو مرضي ما عليك نور من دون بهاج بيض الله وجهك شباب عطني احكامك انت يا مكانك يا سيدي عطني احكامك بهاج عطني تعال بعد الله يسمح دربك يا مشاري شرفتنا ورب الكعبه محمد الحكم الاول قبضه 3 دقائق انا هداج تعال ها الحكم الاول تدخل الان من جوالك الثاني على جوجل وتكتب متجر تندر للعطور تلقى باكج ايوه في 3 عطورات تشتريها الان قدامنا وتورينا واذا هي ما هي بزينه لما تنشبني اروح اشتريها ما هو بشغلي ذا الحكم الثاني تجيب لي يا حبيبي متجرك ذا متجرك انت 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 حقك انت لا لا والله صدق هو ذا حقك لا بلا استهبال ذا حقك تتكلم عنه لا يا مسلم خلني اكمل طيب. الحكم الثاني تجيب معجون اسنان كامل تفتح جغبك وتعصر المعجون كامل اجعلني يا صدر ايوه خرقه خرقه يهمك طيب الثالث الحكم الثالث تجيب بيضتين نية حقك خلاص يا رجال دام لك بطلب ابشر بالساج وش اكتب فندر للعطور فندر ابشر بس يا ابو صالح يا اخوي والله ان انفذ معك ابكلا بهاج الحكم الاول جنب 349 ايه انفذ بهاج انفذ معك يا اخوي والله ما اخليك لحالك الله يبيض وجهك يا بهاج ما شاء الله كشت ما شاء الله تبارك الرحمن تقييم يفتح النفس الله يوفقك يا حبي يزيدك وناسع فضلك والله ما ندعي فردي يا بزر ادعي لك يا بزر يا بزر قاعد ادعي لك اسمحين خلاص قم الحبي ركني ايش قلت انا طيب رد طيب يوم اني ادعي لك تسكت قلت وياك لكن ما هو بلي هذا طال عمرك متجر ناس ايتام وانا كل ما دخلت اسوق واخذ لها كرت الايتام دي والله بيت بناه الله ويشهد علي الله اني ما اخذ فلوس اعلان هذا متجر لناس ايتام عندنا في الديره هو الكرت حقه ها اسال الله في هذه الساعه ان الله يرزقك الله يكتب نعم. وجهك الله حلل الايتام الحديد اسال الله في هذه الساعه ابغاك يخليك لا تروح ارحمهم من الله يبارك لهم حبيبي وش المتجر اسمه فندر اذا دفعت ورنا يعني اقلب الشاشه وقول تم الدفع هذا يمشي بالله سلطان انت في الرياض صح في عطر اسمه تيال خذوه ترى لا يفوتكم ترى يجيك اليوم العصر تمام بالله
اليوم لا 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 والله مو بجايكم مو بغسل كل يوم. ها اليوم إجازة. والله ما يتأخر بهاج، أنا طلبت منه جاني في 18 ساعة. إيه لأن شو اسمه تم طلبت كم في أيام تم في 18 ساعة يا بهاج داني، أنا والله ما جالس حتى يوم. يا بهاج يا لبيك أنا ما يبقيتش متى يوصل؟ أكثر واحد والله جاني سلطان في 18 ساعة وصلني. ويش يا أبو صالح؟ منا ومنا من راح لتيال. إيه نصيحة تيال لجنب عنه. الله الله ما شاء الله عليك، عز الله انك امسح الصورة اللي عندك. اي صورة؟ اللي يرسلها الغرام. لا هذه بكرة ان انت لفيت علي ولا جت نجمة السناب واختلف طلعتها لنا. طيب مرحبا يا احمد. انت ودك تجي ذا الحين راس براس بهاج نظهر قوانا سويا. تعال حبك الله عليك الله وامانه يا سلطان. ان انفضك نفضا انت ما نسيته لاني ماني بولد محمد. ونعم فيك لكن طلاق لا انفضك نفضا ما قد شفته بشربي. اقلع النفض اقلع النفض. تعال اطلع نطلع وارسل لك ولا يطلع. يلا تم 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 تعال عن ادرك مهند ابو مرضي. الله يسمح شرفت بكم استودعت فيكم ربي جميع. مرضي مهند طفوا بيتكم تعالوا ادعموني. استودعناكم والله. يا جادام يا لبيس ما دمت اقدر اقول لك يا لبيس. تبين الشاحن يا ابو لا خشم يا لبا عيونس لا عاد تنطني بجس يا لبي اوبا قبس والله لو انسى عود صدره كلك لا تنطنين ولا الطنطنان نفسي جالها تحترق ليه يا أخوك؟ عسى الله يغفر ذنبك عسى الله يغفر ذنبك هذا اللي يعني أنا ضايقتني دمعتك في عزم أستور من راح لا ما ادري من راح شكلها معلق ما قدر يرسل لي انا وعدكم وعد ان 10 منكم ياخذون عطورات 10 يسحب عليها 10 هناك 5 15 ما عاد تحتاج تشتروا جاء أول ولا ولا وسهلا يا مرحبا وحلين شخبار طال عمرك هل انت بخير الان؟ هل تحس بشعور الارتياح والطمانينه؟ جدا شوفتك يعني مرتاحين جدا الله يسلمك يعافيك استعنا بالله جوله واحد الاستاذ بهاج ها دي ابيهم الثنتين لا خلها واحده واحده خلنا نفلح يا اخي ما اللي بزعلك انت ألعب معك جولتين أدخلك على الصدام عيال الشير الشير اسمع. اقبل اقبل طيب مجرب البراد والدل قبرت أبو فاتم محمد وأنا كنت ما تجي طيب على عصبة البس قناع البس أي شيء لا القناع لك مو بلنا ما عاد بلعب وقف خلاص
تصبح على خير، اتمنى لك يوم جميل على اذنك. تقعد تشخصنها يا ولد، بدخل باب حلقك، لا تشخصنها معي، فكني منك كبولة. نعم معك فرصة انك تمشي، لاني لو ادخل يا رجال ادخل على الصدام يا رجال، امشي تكبيس وشير، تكبيس وشير على الصدام عيال، الشير راح ابكي مع بعض يا عيال، تكبيس وشير. والله العظيم لو يتدخل قعقوري في الموضوع ما يفكك، ولا فيه اغلى من مشى على الارض عندي مثل قعقوري، لكن ما راح يفكك لانك انت اللي جنيت على نفسك. خلني عيال تكبيس، تكبيس الحبريم يا عيال، تكبيس وشير، الشير لا يوقف، تكبيس وشير. يا سعد ملا لابس مثل اكله شق من حريق وتبعد من طاشي تنقلع ونشر السند من غاره من فوق قب. خلاص يا سعد ملا لابس مثل اكله شق من حريق وتبعد من طاشي كم تكبيس 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 يا عيال، تكبيس وشير يا عيال، شدوا تكبيس وشير يا عيال، خش 400 الجولة دي يا عيال، ايش بكم؟ ارحبوا يا عيال مع بعض يا عيال، ارحب يا تركي، غض عينك يا تركي، ارحب بلايين يا ابن باشا، مع بعض يا عيال مع بعض، في حلقك تعقب، تعقب ارحب يا شيخ، ارحب 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 يا عيال، ترقبه يا ترقبه يا ترقبه يا عيال مع بعض يا عيال، ابو احمد بور ارحب يا غلام عيال، الشير 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 عيال، الشير استغلوا التريبل يا عيال، الشير يا عيال استغلوا التريبل، استغلوا التريبل، ارحب يا تركي، ارحب استغلوا التريبل يا عيال، شيروا شيروا شيروا، مرحبا لا انت الشير، الله يحييكم، عشاكم اليوم يا الشير، هذا هو عشاكم الله يحييكم، الله يحييكم، عشان يسدهم القميوت، الله يشغلك، لا نعم الله يشغلك، الله يشغلك بو يا ابو اداني، يا ابو اداني هذا هو عشاكم يا ابو اداني، ايش لك كلنا يا الشير 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 يا ما يا ما دخلنا مردغنا بالهمه والعزيمه والاصرار، لا ننسى الهمه والعزيمه والاصرار ذي الثلاث ثلاث لا ننسى، ابو داني طبعا لا داني درجتك، ما حد فاهم هاي القناه يا عيال، لا يوقف الشير، الشير لا يوقف سكارة، بس خلوكم طبيعيين، عفوا الدخول للتباك والربط فيكم، حيوا حيوا عدل 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 الله يزيده ويرزق الناس عفضه، والله مودي أملك ملايين، الله يزيده ترى الواحد ترى يمشي في حياته إذا صفى نيته، إذا صار يتمنى للمسلم ما يتمنى لنفسه ترى تزين معه، والله بس اللي يقعد يراقب الناس، هذا عنده وهذا عنده وهذا، خلنا أسوي اسمعوا المقبل، يقعد تمن للواحد، تمن له يجيك 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 من حيث لا تعلم ولا تحتسب، عشان كذا شير الله يرحم أمكم وأحمد بو جعلها بالعافية، اجغط اجغط أكثر أكثر اجغط إلى أن أخذ بثأره الله صير كبو كنتو كليب خلاص خلاص، لا كانت خمر بعد اليوم إلى أن أخذ بثأر كليب هرب 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 هر
اللهم السلام. لا كانت خمر بعد اليوم إلى أن أخذ بثأر قليل. الله يبيض وجيهكم، الله يبيض وجيهكم، الله يهب لك عقل إن كان ودك أخوك. الله يبيض وجيهكم، أرحب يا ابن مشيب، ترحب رقب الله يبيض وجهك. سال شكرا مكبس الآن تجميع الله الرنين جزل ندو المكبسين المحازم المليانة أرحب. تستاهل، تستاهل كل خير، تستاهل كل خير، تستاهل كل خير، تستاهل كل خير. ها سلطان، ها أبا حاج ادخل ادخل، دخلوا في ريات العدو شيروا عيال ولا جولتين ذا الحين. امشي 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 يا رجال، اقعد والله ما ان شاء الله يسمع منك فيصل. كم التكبيس فيار، تكبيس تكبيس لا تربح يا اخي الله يشغلك. الا نعم خذوه، وين ابو هيا عنك انت تمسكه؟ عيال شدوا تكبيس وشير، هي هاجه هاي شد تكبيس وشير. ما ادري سوي 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 يا اخي فاغر الواحد يتنا كالعادة قلنا لكم الشير الشير الشير، ولا توضحون التوتر عليكم، شيلوا لا توضحون التوتر عليكم. بالله هذا تكبيس 400 شخص حسوني لكم معي يا ولد، حتى لو ما في دعم حسوني بالتكديس يا اخي. ايش بتبغي اقول لكم؟ ارحب يا مكبسه باقي رحب. مع بعض يا عيال خامس دي كير لا ينفك فيدك يا خالد يا عيال. مع نقفل الدبل نضرب سوف الدبل. ارحب يا الدعم الرسمي، ارحب يا ابن عمي، ارحب ترحب المطر، ارحب 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 في ذمتي والله اني صادق. ترابل اي يا عيال مع بعض يا عيال الله يرحم والديك، مع بعض في التجربة مع بعض. هيا مع بعض درق بياد يا عيال، درق من اليوم الحالة يا أخي، شبكم يا أخي من اليوم الحالة، شدوا معي يا أخي تريبل، شبكم من هنا يا ولع ولع من هنا. شويش على خشمك، شويش على خشمك والله، لا عطب هذيك الحرام، لا عطب حرام، لا عطب يا عيال تريبل يا عيال، لا روح ولا تريبل يا نواقصتكم.